يا هل قال لك عوف اهلك وروح تراب المقبرة بالليل البارد، يا هل قال لك عوف اهلك وروح تراب المقبرة بالليل البارد، حضن امك الداف بجمرة العوز يفكر بيك وين اليوم قاعد. يوم العيد يا هل يمك هناك تقعد يمن والمن تعايد، لا امك تقلها مبارك العيد ولا عندك كبير يصير والد. قلب ابنك رشيشو، قلب ابنك رشيشو لا تعتبيه، لو ان ما تريد ترجع قل لي مات. الله حتى ابني لك بصف القلب بيت وبدمبي تظل نازل وصح. الله هاي يمنا الحنينه لربت اولاد او لجل اولادها تضيع عمرها سهرانه وتقضي الليل بالاه ولا طبقت جفل لونهم مره مثل شجرة وتفيع لينا بالبيت ومن حر الشمس مو لحظهرة تخدمك كان عمرها 18 عام حنان البيها ما بين كبر تخدمك كان عمرها 18 عام حنان البيها ما بين كبرها إذا تنطيها سر يظل عمر نوح تموت وما تبيع اليوم سبع إذا تنطيها سر يظل عمر نوح تموت وما تبيع بيوم سر تشوف على الوجه كومة تجاعيد بس هذا الدمع الخد حفر تشوف على الوجه كومة تجاعيد بس هذا الدمع الخد حفرها من تسمع الطار حسين ينجاب تون بنار وي ون الجمر. الله إذا جيت ولقيت أمك بالقبور لا تفوت المقابر لا تطرها من بعيد أوقف واسمع الصوت يجيك الصوت من داخل القبر. الله الله إذا جيت ولقيت أمك بالقبور لا تفوت المقابر لا تطرها من بعيد أوقف واسمع الصوت يجيك الصوت من داخل القبر. الله يرحم أمهاتكم. الله يرحمه.